بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أجدد الترحاب بكم أعزائي التلاميذ للمستوى الخامس ابتدائي في هذا الفيديو المخصص لمادة التربية الإسلامية في درس جديد في مدخل الحكمة، وذلك الدرس بعنوان أتفاءل ولا أيأس. على بركة الله نبدأ درسنا بالتعرف على أهم الأهداف، ونستهل تلك الأهداف تعرف على معنى التفاؤل انطلاقا من قصة نوح عليه، وأن نتعرف على آثار التفاؤل على سلوك الفرد، وأن نتحلى بالتفاؤل وعدم اليأس. وكما لاحظتم أعزائي التلاميذ أن أولى تلك الأهداف هي تعرف على معنى التفاؤل انطلاقا من قصة نوح عليه السلام التي سبق وأن مرت علينا في دور سابقة في مدخل تزكية قرآن كريم وفي مدخل القصة. ولا بعيدة أن نعمل على إعادة تذكيركم بقصة نوح عليه السلام الذي هو نبي من أنبياء الله تعالى، أرسل إلى قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام، فاستمر عليه السلام أزيد من 900 سنة في دعوة قومه إلى الله تعالى بلا كلل ولا ملل ولا فتور ولا يأس، ولم يفارق امرأته الضالة ولا ابنه المتآمر عليهم عن مشركين، ولم ييأس من توبتهم. أما قومه فقد تواصلوا بالإعراض عنه، استمروا في عدم مجالسته، وكانوا إن رأوه غطوا وجوههم بإثيابهم ووضعوا أصابعهم تدوه بالرعب. بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام بصنع سفينة، أمره الله تعالى بأن يحمل فيها من كل زوجين وأن يحمل معه المؤمنين. أهلك وأغرق كل الكافرين من قومه الذين رفضوا اتباعه، وبالتالي قضت الحكمة بأن يكون النصر في النهاية للحق والخير على الباطل والشر. إذن أعزائي التلاميذ، بعد سماعكم لقصة نوح عليه السلام سوف أعطيكم سؤال، حاولوا أن تجيبوا عليه. استمر سيدنا نوح عليه السلام في دعوة قومه لمدة زمنية طويلة، فبما تستدلون على سعيه عليه السلام لنفع قومه؟ والجواب على هذا السؤال هو أن نوح عليه السلام كان شخص لم ييأس ولم يستسلم، بل تابع جهوده لهداية قومه. لذا فالمؤمن القوي هو الذي يعقد العزم ويتوكل على الله تعالى لتحقيق أهدافه النبيلة، لأنه لم ييأس من قومه واستمر على تفاؤله لمدة زمنية طويلة. إذا فما معنى التفاؤل وما معنى اليأس؟ إذا معنى التفاؤل هو الميل إلى النظر إلى الجانب الأفضل، أي النظر إلى الجانب الإيجابي للأحداث وتوقع أفضل النتائج، أي الأمل والإطمئنان وحسن الظن. وعكس التفاؤل هو السوء، فاليأس يعني القنوط والاستسلام وانقطاع الرجاء، وسوء الظن والإحباط وانقطاع الأمل. وننتقل إلى فقرة أفكر الموجودة في الكتاب المدرسي صفحة 66، سوف أقرأ عليكم الوضعية، فانتبهوا أعزائي التلاميذ. أحس ماء العينين باليأس لما رسب في الامتحان بسبب تقصيره في واجبه الدراسي وقلة صبره، فوجهته أمه قائلة: لا تكن متشائما، بل انظر إلى المستقبل نظرة إيجابية فيها تفاؤل وأمل، واعلم أنه بالجد والاجتهاد ستبلغ المراد، واتعد من صبر ومواظبة نوح عليه السلام، وتفاءل وكن رحيما بنفسك. والله تعالى يقول في سورة الزمر الآية 50: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنهم لا تقنطوا من رحمة الله، بمعنى لا تيأس، فمهما تعددت أو كثرت الذنوب فالله يغفرها لمن يتوب، إذا أحسن الدم بالله تعالى. إذا أعزائي التلاميذ، بعد قراءتنا للوضعية عليكم أن تجيبوا على الأسئلة التالية: ما سبب إحساس ماء العينين باليأس؟ وبما وجهته أمه؟ وبما أقنعته أمه ليتحلى بالتفاؤل ويتجنب اليأس والقنوط؟ إذن الإجابات على الأسئلة هي كذلك: سبب إحساس ماء العينين باليأس هو رسوبه في الامتحان بسبب تقصيره في واجبه الدراسي وقلة صبره، فقد وجهته أمه بتقديم له النصائح الحكيمة بعدم الاستسلام وشجعته على التفاؤل والأمل. أقنعته أمه ليتحلى بالتفاؤل ويتجنب اليأس والقنوط بنصحه بأن يتعظ من صبر ومواظبة نوح عليه السلام. تشهدت له الآية 50 من سورة الزمر التي تقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
وننتقل إلى فقرة أبني موقفي وأبادر، فمطلوب منكم أن تكملوا بما يناسب أي كلمة بالتفاؤل أو كلمة أنصح للفقرة التالية. إذن أتحلى في دراستي وفي كل أمور الحياة. بماذا أتحلى؟ فإذن أتحلى بالتفاؤل في دراستي وفي كل أمور الحياة، أنصح بهذه الفضيلة ليتحلى بها كل التلاميذ والتلميذات. إذن تستخلص مما سبق هذه الخلاصة التي أطلب منكم أن تكتبوها على دفاتركم المخصصة للملخصات مادة التربية الإسلامية. سوف أقرأ عليكم هذه الخلاصة: أحسن الظن بالله تعالى ولا أقنط من رحمته، وأعمق الثقة بنفسي وأتجنب اليأس لأنه يجلب الفشل ويفقد الأمل، وأحفز غيري على النشاط والعمل. ننتقل إلى الفقرة الأخيرة التي هي خرط وأعدل سلوكي، التي أطلب منكم أن تجيبوا على السؤال التالي الذي يرى: هل استفدتم من هذا الدرس ومن قصة سيدنا نوح أم لم تستفيدوا؟ إذن أعزائي التلاميذ، أردتم أن تحققوا مشروعكم الطموح في حفظ القرآن الكريم، فواجهتكم بعض الصعوبة، هل تيأسوا وتتوقفوا عن الحفظ أم تواصلوا بتفاؤل؟ إذن اختاروا الإجابة الصحيحة وحاولوا أن تعملوا بها لكي يوفقكم الله. وفي الأخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله.